السلام عليكم أحبتي الكرام، إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. عملنا واحد الخرجة خفيفة ظريفة المول ديال المارينا اللي متواجد في كازابلانكا حدا مسجد الحسن الثاني. فيه يعني عملنا واحد الجولة خفيفة، درنا في المول، فيه كل شيء تقريبا، وفيه تخفيضات جميلة، وفيه منتوجات كذلك، المعروضات كلها متنوعة يعني وفي المتناول، ويعني كتلقاو كل شيء المتطلبات ديالكم. كنتمنى هاد العرض وهاد الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وشكرا لكم. واللي يعجبو الفيديو ما يبخلش علينا بالتعليقات الجميلة باللايك والاشتراك، وشكرا لكم جميعا وفرجة ممتعة.